مظبوط. ايه ده؟ انت غريب؟ ايوه انا فاكرك البواب الجديد. بقول لك يا غريب، انا عايزك في موضوع. انت ما لمحتش وسيم بيقلع؟ بيقلع ايه؟ بيقلع هدومه، القميص، البنطلون. اللي انت بتقوله ده يا مظبوط يا غريب افهم، يعني انت وهو معدي قدامك ما قلتلوش كلمه راح قلع البنطلون؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا لو حد سمعك في البلد بتقول الكلام ده يذبحوني في ايه؟ يا غريب افهم. انا هو اللي انت عامله في وشك ده مش مريحني خالص. كويس انك فكرتني يا مظبوط، انا كنت جاي اودعك. ابواب المجد ندهت لي ورايح افتحها. فرحني والنبي يقول لي جالك عقد عمل في الخليج. لا انا ما سيبش بلدي واصل، وبعدين اللي قدامك ده اتعلم خلاص وفهم ان المحليه تقودني الى العالميه، وانا خلاص بقيت في العالميه. هتشتغل بواب في الجونه ولا ايه؟ لا ده انا ولا بواب صاحبي ماسك استوديو تمثيل، كلمني وقال لي بيعملوا حاجه للاستاذ احمد ادم جديد اسمها الجرموطي، وعايزين له دوبلير ياخد مكانه جمجلم، فقلت اتمرن على الشخصيه. اوريك حته بس اوريك حته. مش فاضي دلوقتي، بعدين اسمع مني الكلام ده غريب. انا مش فاضي. ازيك يا مازو؟ اخر حاجه طلبها معايا دلوقتي بسيوني، انت اتكل على الله والنبي. البرنامج بتاع بسيم وسيم هيبدا بعد شويه. هي الساعه كام دلوقتي؟ ده انا اتاخرت جدا. استنى بس بوسه، بس استنى، هي مش الساعه دي بتاعت وسيم؟ هو قلعها قدامك؟ قصدك الدهالي؟ الدهالك قلعها قدامك. قول لي الفقره دي حصلت ازاي؟ والله ده طلع كريم قوي، لما عرضت عليه وعزمته على الفطار راح مدهالي. قلت له ايه تحديدا بالحرف؟ قلت له افطر معانا بس كده؟ قلت له افطر معانا فول بالزيت الحار، وطعميه من غير سلطه، وسلطه من غير طحينه، وطحينه من غير سلطه، ده غير النواشف بقى، الزواتين والبقسماط والكرواسون والحاجات دي. كل ده؟ ماشي هتصرف انا، والله وقعت يا فخد العرب. شكرا يا بسبوسه، امشي انت يلا. طيب شكرا. بقول لك يا مظبوط بس والنبي، اوريك حته بس من الجرموطي تقول لي رايك، اشوف يعني الكاركتر بعمله صح ولا بيهرب مني. وريني بس بسرعه. طيب ماشي. ما شربش عندك برتقال، الولا وحيد ابني قلب عليه الدنيا. حلو. معلش لا احنا بنتكلم. لا 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 ليه كده؟ ليه كده يا غريب؟ لما كنت بكلمك عيب تسيبني عشان ما يصحش. معلش احنا بنتكلم. يا غريب بقى. انا لو اتنطرت في العماره دي ولعها بالاذن. انا كل ما هقول له معلش هيقلع. معلش هقلع لك البنطلون. لا بنطلون هتقلب نووي. العب. ورفضت التكريم رفضا باتا، يعني حتى احتديت عليهم وقفت قلت لهم تكريم؟ انا بتاع تكريم؟ أنا جايزتي إن البشرية كلها تستفيد. حقيقي الحوار مع حضرتك ممتع جدا، وأنا كمان استفدت منه كتير قوي. أنا كمان استفدت منه؟ استفدت منه؟ يعني أنا هازز طولي ونازل من بيتنا عشان حضرتك تستفيدي؟ المهم البشرية تستفيد، أنا مالي بحضرتك؟ ما تقولي يا حضرتك ما تنرفزوني، هتقولي قهوة تانية غير دي لو سمحت. كده كده حضرتك منورنا في البرنامج يا دكتور طبعًا. أنا حابة أسأل حضرتك. يا وسيم، أنت مرتبك ومتوتر ولا إيه؟ في إيه يا حبه؟ ده أنت اللي معلمني ثقافة ومهارة البابليك سبيكينج ولا ناسي؟ أنا نسيت كل حاجة، تفكرني بأي حاجة من اللي أنا علمتها لك دي؟ لما قلت لي أقعد بكل ثقة وأتخيل أكتر حد بحبه في الدنيا واقف قدامي. طب ما أنا أكتر حد بحبه في الدنيا واقف قدامي فعلاً، بس أنت موتراني أكتر. أخص عليك يا وسيم. يلا استعدوا، أول ما هي هتنده عليكم هتتحركوا تقعدوا على الكرسيين اللي هناك دول. تمام. شكراً. إيه؟ انت بتبص لها كده ليه يا وسيم؟ عجباك؟ هي دي بقى اكتر حد في الدنيا انت متخيله قدامك؟ شش صوت. مفيش اي احترام ان انا واقفه؟ شكرا يا وسيم. شكرا. ايه ده انت بتعمل ايه؟ بعمل ايه؟ انا بعمل ايه صحيح؟ انا مش الفنانين دايما بيقولوا ان في يعني احترام الاستوديو واحترام الفن، انا بحترم الاستوديو جدا. ماشي ماشي. لا 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 احترام رجالي بس، جزم رجالي بس. وجينا للفن.